بكم من جديد مشاهدينا الأحبة، نتواصل معكم في مساحتنا الحوارية، وهذه المرة الحديثة سيكون عن مبادرة صباحات إبداعية. هو مشروع شبابي غير ربحي يقدم سلسلة من اللقاءات الشبابية، الحديث عن الأفكار، عن الحوار المثمر. تفاصيل كثيرة سنتعرف عليها مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة سمية بنت سالم الوهيبية، رئيسة فريق مبادرة صباحات إبداعية. أهلا وسهلا بك أستاذة سمية، وصباحك خير معنا في برنامج قهوة الصباح. صباح النور حوراء، صباح النور سيف، شكرا على الاستضافة. أهلا ومرحبا يا سمية، احنا جدا سعداء بوجودك كذلك معنا في برنامج قهوة الصباح. أسعد. صباحات إبداعية، لماذا تحديدا صباحات، ولماذا تحديدا صباحات إبداعية كمبادرة؟ كمبادرة هي مبادرة عالمية بدأت في مدينة نيويورك في 2008. مؤسس المبادرة اسمها تينا روث، كانت تحب وايد تحضر المعارض الفنية، الجلسات الإبداعية، مؤتمرات، وكانت تلاحظ أنه بعد كل جلسة أو كل مبادرة تحضرها أو حتى أي مؤتمر يكون في كذا طاقة إيجابية وشعلة من الحماس، لكن بعد فترة تفقدها لأنه ما التواصل بينها وبين الناس اللي جمع يعني اجتمعوا في الجلسة أو الفعالية أو حتى المؤتمر يروح، يعني ما يكون في تواصل مستمر. ففكرت ليش ما يكون في مبادرة أو مساحة مفتوحة للتواصل، تجمع كل المبدعين من مختلف الفئات العمرية، من مختلف الثقافات، حتى الخلفيات العلمية الأكاديمية الوظيفية المهنية. جميل. ويكون لهم تجمع ومساحة مفتوحة في كل شهر بصورة دورية مستمرة، بصورة شهرية. ممتاز. يعني وفي نفس الوقت يجتمعوا في وقت الصباح، في نهاية الأسبوع يتبادلوا الأخبار، يعني إذا في مشاريع جديدة ممكن يتشاركوا فيها. وسبحان الله، يعني من مبادرة صغيرة في مكتبها صارت حركة ثقافية، اليوم موجودة في أكثر من 223 مدينة، 60 دولة حول العالم. ما شاء الله. عندنا فصل في الخبر، في جدة، في الرياض، وحتى في دبي. احنا بدأنا في مسقط في سنة 2020 يناير تحديدا، بس طبعا قبلها بستة أشهر بدأنا فترة التحضيرات، كان مطلوب منا مجموعة من المتطلبات من ضمنها حتى نثبت أن مدينتنا هي مدينة ثقافية. طبعا مسقط يعني بدون أي جدال يعني واحدة من أجمل مدن العالم، فيها كل المقومات الثقافية، بس حقيقي يعني كنا نشعر كشباب أنه في مساحة مفقودة، يعني ما في تواصل خلينا نقول مستمر بين الشباب المبدعين. وفكرنا أنا ومجموعة من الشباب، يعني أنا سمعت على المبادرة، كنت أعيش يعني خارج عمان وسمعت على المبادرة هناك ورجعت وقلت ليش لا، ليش ما نفتح فصل في عمان وبدأنا. لكن ليش صباحات تحديداً؟ الحركة بركة في الصبح يعني، والأرزاق سبحان الله توزع أول الصبح، فهو يعني كذا من هذا المفهوم يعني. جميل. يعني الآن هذه هي منصة تجمع العديد من الشباب المبدعين لحوار مثمر وتبادل الأفكار بشكل عام. طيب أنا حابة أعرف من خلالك سمية أنه كيفية المشاركة في هذه المنصة كيف تكون بالضبط وكيف الآلية؟ احنا عندنا يعني آليتين للمشاركة، سواء كان بالتطوع معنا كفريق، لأنه نحن نفس ما ذكرتي احنا فريق غير ربحي تطوعي بحت، فكل الجهود القائمة سواء كان على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كان اللوجستيات قبل الجلسات نفسها، المكان وغيره، كله يكون غير ربحي. فنحن نعتمد بالشكل الأكبر، واستمرارنا يعتمد بالشكل الأكبر على المتطوعين، فهذه واحدة من آليات المشاركة معنا. فاتحين باب التطوع يعني طول السنة، اللي يحب أنه يكون معنا ممكن يتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الآلية الثانية هي الحضور، الاستفادة من الخدمات اللي نقدمها، الجلسات اللي نقدمها. احنا في بداية كل شهر في مواقع التواصل الاجتماعي على حساباتنا يعني نتكلم أو نعلن عن ثيمة الشهر، لأنه عندنا ثيمة أو موضوع مختلف في كل شهر، ومن هو المتحدث، وين راح يكون المكان، وفي يكون رابط للتسجيل، بالتالي أنه أي حد يكون مهتم ممكن أنه يسجل عن طريق الرابط بشكل مباشر. ممتاز. وأنا أشاهد أيضا مع المشاهد الكريم هذه الصور لبعض الجلسات التي أقيمت، يعني خاطر أعرف يعني أبرز المواضيع والقضايا اللي دائما تحاول قدر الإمكان مناقشتها من خلال هذه المنصة. نعم. المبادرة يعني نحن نناقش موضوع أو ثيمة مختلفة في كل شهر يحددها الفرع الرئيسي في نيويورك، ونحن كفريق مسقط دائما نحاول أنه نكيف الثيمة، لأن الثيمة عبارة عن كلمة واحدة بس، ونترك المجال لخيالنا وإبداعنا نتصور إحنا كيف نريد نمثل هذه الثيمة في مسقط. فبعطيكم شوية من الأمثلة يعني. أيوة. في 2020 أول جلسة مثلا كانت الثيمة جذور،
لما يجي في بالك جذور ممكن تكون أي شيء، جذور النبات، ممكن تكون جذور الإنسان. إحنا اخترنا أنه نركز على جذور على الجانبين حقيقة. جبنا استضفنا وقتها الشيخ خليفة الحارثي وكيل وزارة الخارجية، استضفنا المهندسة منى الفارسي، وباثنينهم تكلموا عن منظورين مختلفين للجذور. جذر الإنسان لما يطلع خارج عمان في الدبلوماسية العمانية، الثقافة الدبلوماسية كيف يمثل جذوره وين ما يروح. والمهندسة أيضا تحدثت عن يعني الاستدامة والنباتات وغيره. جميل. فكل ثيمة لها موضوع مختلف. بذكر بعد ثيمة شهر مارس لأنه كان حقيقي مميز. ثيمة كانت الهوية. إحنا فكرنا كيف ممكن نتكلم عن الهوية غير عن الصورة المعتادين عليها اللي هي الهوية الوطنية والقيم وغيرها. تحدثنا عن هوية الطفل المحتضن، وكانت يعني جلسة جدا رائعة والتفاعل جدا رائع. جميل رائع. يعني ممكن عدد جلسات قمتوا فيها من 2020 إلى الآن أكثر من 30 جلسة فعلا. أكثر من 30 جلسة. طيب كيف لاحظتي ولمستي تفاعل أيضا الشباب معكم في مثل هذه الجلسات؟ هل محتاجين بالفعل لمثل هذه المنصات الشبابية أنها تجمع كل الأفكار؟ التفاعل كان جدا إيجابي. من يعني المتوسط الحضور في كل جلسة 75-70 إلى 100، أحيانا أكثر من 100 حتى. وهو هذا الجمعة والصباح، يعني فمتخيلين إجازة نهاية الأسبوع وأول الصباح، بس ما توقعنا يكون كل هذا التفاعل والحماس من الشباب. والحقيقة أن إحنا بعد ثلاث أول جلسات صار الجائحة كوفيد-19 وصار كل شيء تحول أونلاين، بس بسبب يعني الشعلة والطاقة اللي حسيناها والحماس اللي حسيناه، حقيقة لطف تفاعل الشباب في أول ثلاث جلسات، قررنا أنه نتابع أونلاين. وفعلاً إحنا كملنا أونلاين إلى ما يعني رجعنا إلى يعني الواقعنا الحالي، وبدأنا نسوي جلسات على أرض الواقع، والحماس ما خف، بالعكس زاد. يعني كل مرة نجتمع مع الشباب حتى في مواضيع معينة يطالبونا أنه لا جلسة ثانية جلسة ثانية، يعني يريد نسمع أكثر. ممتاز. يعني استكمالا لسؤال زميلتي حوراء الآن، ونحن نتكلم عن الاستفادة، إلى أي درجة من وجهة نظرك الشخصية يا سمية نحن فعلا محتاجين إلى مثل هكذا منصات تعنى بالحوار البناء والهادف مع الشباب في مختلف الفئات وفي مختلف القطاعات أساسا؟ نعم. يعني نحن ما بس نستهدف الشباب، أولا خلينا نقول نحن نستهدف كل الفئات العمرية، وحقيقة يعني حتى جمهورنا من أو حضورنا من مختلف الفئات العمرية، وهذا الشيء اللي أيضا يعني يضيف كذا زاوية مختلفة للجلسة. لما تجلس وتشوف أنه يعني موجودين أطفال، موجودين أيضا من كبار السن وغيره، حوار الأجيال بشكل عام مختلف الأجيال. يعني دائما حتى لما نجي نسمع أو الأسئلة في نهاية المحاضرة، يعني الأسئلة نفسها تفتح لك آفاق لأنها من مختلف الفئات العمرية. المواضيع أو خلينا نقول ما مدى احتياج الشباب لمثل هذه المواضيع؟ الاحتياج كبير، لأنه الشباب في يعني خلينا نقول فئة سهلة إنه يعني بسهولة ممكن ينجرف لطاقة سلبية لمواضيع يعني خلينا نقول هدامة إلى حد ما. مثل وجود مثل هذه المساحات اللي نحن نسلط الضوء فيها ونبرز فيها القصص العمانية الملهمة والناجحة، الشباب محتاجين يسمعوها. وإحنا يعني أحد أهم أصلاً مبادئنا في الفريق نفسه في المبادرة إنه ما بس نحتفل بالمواهب الإبداعية الشابة، لكن أيضاً نفتح هذه مساحة الحوار التواصل بين الشباب باختلاف أو الأفراد خلينا نقول باختلاف فئاتهم العمرية أو الأكاديمية والمهنية. وهالشيء يعني استمرارنا من 2020 إلى يعني إلى الحين 2023، ووجود أكثر من 3000 مستفيد أيضا إلى الآن، يعني وضح لنا أو دليل أنه حقيقي نحن محتاجين مثل هذه المساحات. جميل رائع، حوارك جدا جميل حول هذه المنصة، وكل التوفيق لكم بإذن الله. شكرا لك سمية بن سالم الوهيبية، رئيسة فريق مبادرة صباحات إبداعية. شكرا لك. مشاهدينا الأحبة، نستمر معكم أيضا في متابعتنا المختلفة، وهذه المرة سننتقل